لا وراك رجعني. يا اخي والله ورا الكفر بموت. ايش هذا؟ يا عمي سعديني. السلام عليكم، نبدا بالصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بهذا الفيديو حل اكثر مشكله منرفزه داخل ببجي موبايل، اللي هي الموتات ورا كفر. سواء كنت تلعب فريمات ضعيفه او فريمات قويه مثلي انا يا اخوان، العب 120 فريم على الجوال وعلى الايباد واموت ورا الكفر بشكل مو طبيعي وبشكل كثير منرفز. فيا اخوان ان شاء الله بهذا الفيديو حل المشكله مضمون 100% باذن الله. ما راح اطول عليكم بالبدايه، لايك للفيديو يا اخوان. اتمنى كل شخص حاليا منكم عم يشاهد الفيديو يحط لايك، واذا مو مشتركين بالقناه تشتركون. ما ضل شيء يا اخوان، تقريبا اقل من 2000 مشترك ونصل ال 200 الف اخو واخت بالقناه. الله يسلمكم جميعا، لايك للفيديو، واللي مو مشترك بالقناه يشترك، واهم شيء يا اخوان فعل زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. ونبدا بالشرح ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان بالبدايه اتمنى تسمعون كلامي للاخير عشان تستفادون من الشرح، لانه يا اخوان بالبدايه تشاهدون قسم من الشرح وتطلعون ما راح تستفادون ابدا من هذا الفيديو. اتمنى تسمعون كلامي وتكملون للاخير عشان انت تستفادون ان شاء الله. بالبدايه يا اخوان، انا حاليا ايبادي 120 فريم، جوالي 120 فريم، عم اموت ورا الكفر بشكل مو طبيعي. وانتم تعودتوا على اخوكم ماهر انه يا اخوان اذا ما في شرح مضمون 100% او انا استفاد منه، مهما يا اخوان كانت الاعلانات تدفع لي، مهما كانت تجيني مشاهدات على اليوتيوب، اهم شيء يا اخوان يكون الله راضي عني والمحتوى اللي اقدمه الناس تكون مستفاده منه وتكون سمعتي طيبه. فيا اخوان مو كل شيء بالدنيا مشاهدات على اليوتيوب او يا اخوان بالسوشيال ميديا، تعرفون يا اخوان لا دراما لا اعلانات لا اي شيء، افضلوا على جودة المحتوى. فيا اخوان بالبداية انا انحلت عندي مشكلة اللاج والتقطيع والدمج الوهمي والموتات ورا كفر بسبب برنامج جير او بوستر. طبعا يا اخوان انا اعمل اعلانات للبرنامج، ولكن يا اخوان انا ما مجبر انت كعزيزنا المشاهد اجي اوضح لك انه البرنامج حلو او اطبل للبرنامج، لانه يا اخوان بالاخير برنامج جير او بوستر انا اسوي له اعلانات، سواء انت نزلته ولا ما نزلته اذكر اسم البرنامج بالفيديو وخلاص. خلاص يا اخوان انا مسوي الاعلان، تعرفون يا اخوان اي معلن بس يتكلم عن البرنامج خلاص هذا هو يعتبر اعلان. ولكن والله يا اخوان البرنامج سبحان الله اجى الي صدفه، هل عندي اللاج، التقطيع، الدمج الوهمي، ارتفاع ونزول البنج المفاجئ اللي هو يا اخوان السبب الرئيسي اللي يسبب عندك موتات ورا كفر. تخيل يكون بنجك 20 فجاه انت في التفايت صار 40، يصير 50 يصير 60. نعم يا اخوان البنج يكون كويس 40 50 60، ولكن يا اخوان الارتفاع والنزول يصير بنج وهمي ويصير تقطيعات بالارسال تبع السيرفر، تصير تموت ورا كفر، يصير عندك لاج ال 120 فريم كانها 60 فريم او 40 فريم بسبب هذه المشاكل، ارتفاع ونزول البنج الوهمي. يا اخوان ارتفاع ونزول البنج المفاجئ عن جد يسبب عندك كثير مشاكل باللعبه. يفضل تلعب على بنج 200 ولا تلعب على بنج 20 يظل يطلع على ال 40 على ال 100 وينزل، لانه يا اخوان كل ما صار توتر بالارسال تصير كثير مشاكل باللعبه. برنامج جير او بوستر احنا عندك مشكله اللاج، التقطيع، الدمج الوهمي، ارتفاع ونزول البنج المفاجئ اللي سبب عندك موتات ورا كفر وكثير مشاكل. فيا اخوان واجهه البرنامج كثير سهله، اول ما تحملون البرنامج تدخلون على البرنامج تطلع عندكم جميع الالعاب الاونلاين، ببجي موبايل، كول اوف ديوتي، اي لعبه تلعب عليها اونلاين يفيدك هذا البرنامج، لان يا اخوان برنامج جير او بوستر يعطي الافضليه بالسيرفر للبنج للمعالج للرام للعبه ببجي موبايل او اي لعبه تلعب عليها، الافضليه تكون للعبه يدخلك مود الالعاب. فيا اخوان بعد ما تدخلون على البرنامج اللعبه اللي بدك تعمل عليها تعزيز تضغط على كلمه التعزيز او بوست، بعدين يعد عندكم الين 100 ويدخلك على اللعبه، البرنامج رهيب رسميا. وكمان يا اخوان جبت لكم شيء كثير كثير حلو من اخوكم ماهر، بعد ما تنزلون البرنامج تروحون على مكتوب انا بزاويه البرنامج، بعدين تروحون على استرداد تكتبون هذا الاسم ماهر يوسف بالكابيتال او الاحرف الكبيره، بعدين يخليكم تعملون نسخه البي اي بي لمده يوم. عجبك البرنامج ما عجبك فانت حر، بعد ما تنزل البرنامج وتكتب هذا الكلمه اللي ذكرتها ماهر يوسف كلمه الاسترداد، تقدر تجرب البرنامج لمده 24 ساعه بشكل مجانا، تعرف من البرنامج فادك او لا. وطبعا يا اخوان هذا شيء كثير حلو لكم عشان ما تقول والله انا صرفت على البرنامج مصاري ما فادني، لا تجرب البرنامج لمده 24 ساعه باللعبه اللي بدك اياها وتشوف الفرق، بعدين اذا بدك تشترك او لا او تجرب البرنامج بشكل مجانا فانت حر الاختيار. الله يسعد لكم جميعا، طبعا هذا كله من اخوكم ماهر. وطبعا يا اخوان اكيد نصيحه لكم، اذا انت كنت تستخدم جوال ضعيف او قوي سواء اندرويد سواء ايفون لازم تكون عندك مساحه التخزين اقل شيء نصها فارغه، يعني جوالك 128 جيجا بايت خلي 60 جيجا بايت فارغ، لان يا اخوان تعرفون كل ما تعبت الذاكره يصير ضغط على نظام الجوال او نظام الايباد
يساعد على المعالج وحتى على الرام. كمان إخوان حرارة الغرفة، تعرفون حاليا إخوان المناخ كثير في حرارة، وخصوصا بدول الشرق الأوسط، فيفضل تأمن تبريد، يا تبريد مروحة على الجوال أو على الآيباد أو بشكل كامل بالغرفة، عشان يكون عندك حرارة الجوال ممتازة أو حرارة الآيباد وما تسبب عندك لاج وتقطيع بسبب الحرارة. كمان إخوان موضوع الإنترنت، الإنترنت إخوان إذا كان في دروب فريم فيسبب عندكم كثير مشاكل وموتات ورا كفر، موتات ورا كفر وكثير من نرفزة، خصوصا البنج الوهمي. فبرنامج جير أوب بوستر يحل لك جميع هذه المشاكل، يبقى عليك فقط اللي هو الحرارة. جهز الحرارة، خلي يكون عندك تبريد ممتاز، والباقي كلها يعمل لك إياها برنامج جير أوب بوستر. وطبعا إخوان عشان تستفادون في فيديو توضيحي عن مشكلة اللاج والتقطيع، ضبطنا إعدادات الجوال من داخل الجوال، هي الإعدادات الأساسية وإعدادات الآيباد، وضبطنا رسومات اللعبة وإعدادات اللعبة بهذا الفيديو. اوكي يا حبايب، راح تطلع لكم بطاقه، حتى ما اعرف اسولف حبيبي والله يا تطلع لكم يا اخوان بطاقه هنا او هنا، او راح اخلي لكم الرابط بالوصف عشان انتم تستفادون. كمان يا اخوان اذا بدكم تشتركون بالبرنامج جير اوب بوستر على شكل طويل، يعني مثلا 7 أيام او شهر، عامل لكم اكواد باسم اخوكم ماهر على قناه اخبار ببجي على التليجرام، الحساسيه، الاعدادات، جميع التسريبات، جميع الجوائز، الجائزه اللي ذكرتها اللي هي حساب ببجي ميثك و30 الف شده، كلها على قناه اخبار ببجي، راح اخلي لكم الرابط كمان يا اخوان بالوصف. واذا انتم كمان يا اخوان منضمين بقناه اخبار ببجي، فتعرفون يا اخوان ما شاء الله جوائز بالهبل، جوائز هيك كب مثل الكذب. والحمد لله رب العالمين يا اخوان، والصلاه والسلام على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حاليا يا اخوان اخليكم مع لعب اسطوري هيك على كيف كيفكم، وان شاء الله رجعنا بالرجعه القويه. طبعا يا اخوان جوده الفيديوهات هذه كلياتها راح تتغير ان شاء الله بدايه شهر اغسطس اللي هو 8 بعد يوم او يومين، راح نكسر الدنيا باذن الله. الله يسلمكم جميعا، ما راح اطول عليكم اكثر، لايك للفيديو، واللي مو مشترك بالقناه يشترك، واهم شيء اخوان فعل زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. واكيد يا اخوان فضلا وليس امرا تروحون تشتركون بقناه اخوكم ماهر الثانيه، لانه عامل فيها محتوى رسميا اسطوري بالايام الجايه ان شاء الله. جميع الروابط راح تلاقونها بالوصف. الله يسعد لكم جميعا، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. ولكم هذا بلتهم، ولكم هذا فار يوسف. هيك يا معلم، هيك تسحبهم.